والعوفين شلا غتاكل معايا عشيرة هاد العيبات هاد. ما تعطليش، ما تديريش ليا بحال البارح. تعطلتي تعطلتي، ساليتي الامتحان عاد ساليتي صافي ماما. اخر مره البارح راك عارفه الامتحان وداك الشيء، وبقيت بقيت كنعاود نعاود كنتاكد هي هادشي اللي كاين. انا هادشي ما كنعرفوش، ما تعطليش 5 دقائق وما ديريهاش في الطريق. راه الكليه قريبه لينا. زوجية كبيرة. لا 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 خالتي على الشيطان. بلا ما نعاود نوصيك، انا مزاوجة فيك. شوفي البنات لا ديها في قرايتك، كولي مزيان، تهلاي في راسك، ما تهضري مع حد، ما تدوي مع حتى شي حد. انا كنوصيك حفظت تسي انت فين ما بغي نخرج كتقولي لي وصافي ماما، وكوني هانيه وقرايتي. واش انا ما كنجيبش مزيان؟ لا كتجيبي مزيان عاد سنتي نقولك، حيت انا كبر منك وعارفه بنيتي وكنخاف عليك وعاد بعدتيا. الله يرضيك انا مزوجه. وصافي ماما كوني هانيه وكوني على جنب الراحه، راه ما يكون غير خير. وصافي شوفي انا راضيه عليك الزهر اللي براسي. الله يبعد عليك كل واحد خير، كل طريق خير. شي فنجان تجيني فنجان مزوجه فيك. فين مكتوبتك؟ كتبت يا ماما. واش نقول لك، راك عارفه انا راجعت وساليت قرايتي، وانا طلبني واحد البنت كتقرا معايا في المنفي وخليته عندها كتراجع. انا انسان سالي امتحان غادي ناخذه من عندها، اصلا ما فيهمش كلشي، فيهم غير شي حاجه بسيطه، والكوبي راه ديجا عندي في الكتب الاخرين. ها اميمه انا كتعرفي هادشي كيطلع عليا الدم، وعندي ما ندير به. ما تقولي لي لا نخلي الكتب لعند البنت، لا البنت تخلي عندي كتبتها. وفاقت البنات ما كتعجبنيش، رفاقت من الوالد كتولد الباله، ما عندي ما ندير بهادشي اميمه. وصافي ماما وصافي كوني هاني وما يكون خاطرك. وصافي انا غادي نمشي دابا دعي معايا عندي انت. يلا سير سير بيتي. الله يرضي عليك، الله يحفظك، الله ينجيك ليا، الله يديك في الطريق فنجة ويجيبك فنجة. يا ربي تحفظ ليا هاد البنية، يا ربي يا ربي تبعد عليها البنات وتبعد عليها الاولاد وتبعد عليها كاع الناس الخايبين. يا ربي يا ربي يا ربي. حيتاش عطلت عليا ما عرفتش نبقى نتسنى هنايا الحراره والشمس تحرك في وجهي. ما عرفتش نعيط لها اخر مره ما جاوبتنيش الا غندخل. شي عطات نسولك بعد السر غدوزي شي حاجه ماما؟ شنو الكلاس غدوزي فيه؟ انا اختي في الكلاس 7، غادي ندوز في الكلاس 7. يا اختي فرحتيني بدا حتى انا في كلاس 7. واش غنقول لك الصباح نصنف واحد خيتي عيطت لها وما جاوبتنيش، يلاه ندخل انا وياك ندوزو. اش نقول لك يا اختي مرحبا. وامي ما كدا درتي حال بابا مزيان تبارك الله عليك صراحه والله قرايه مع راسك. ما صاحبكش بحال هكا حطيتي وجهك في الورقه ديال الامتحان ما هزيتيهاش وشويه وصافي. راك عارفه كيفاش غير شويه وصافي؟ تبارك الله عليك اختي اميمه يعطيك الصحه. كتكور دي اختي القرايه اللي خطيك، وشكرا بزاف على الاجوبه عطيتيني. الله يحفظك اختي اللي خطيك. بالعكس حبيبه فيك بليزير، مرحبا على الراس والعين. والمهم اش نقول لك، اش غدير؟ يلا معي واحد الغرض 5 دقائق ونرجع ما تعطلوش. يلا حبيبي اسمعي 5 دقائق فراسك واحد القضيه. انا الا خرجت مع اقسم من الدار اقسم ما يخصني نكون في الدار. اسمحي لي والله ما نقدرش. اميمه وبيلي تبقى صغيره صاحبتي 5 دقائق ورجعوا ما كان عندكم 15 عام. يلا يلا صاحبتي يلا يلا كوني مرا يلا. ناري اختي انا ما نقدرش، انا راك في راسك انت اول بنت غادي بحال هكا تعرفتي عليها، وانت انا من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه، وراك عارفه اول عام ليا في لافاك وماما كتخاف عليا بزاف وديما كتوصيني. فين انت باغا تمشي بالضبط؟ فين قلتي 5 دقائق
صافي صاحبتي يلاه دغيا دغيا تمنى غنتفلاو عليك والله راه عندي شي اصدقاء غنمشيو نشوفهم الجي يلاه زيدي يوم زيدي يلاه ما تعطلوني واش البجاره واش مدبرين راسكم على العفاريش ها شنو كتبيعوا واش سينو شو جميع واش واش غيديهم حسان عيق سير ايوا عيق اش جابعه اش جابعه صافي تفو قول عوفان شلا غتاكل معايا عشيره هاد العيباتات حسين خويا انا شي طريف الله يحفظك واخبارك والو صاحبي تبع على فيق خويا اللي عطيتيه للعيبات راه حدا الغراض وباعو وغيطرق لك في كل شيء صاحبي راه قالوا لي كيكون حدا الكاريطه ولا ما عرفتش فين كيكون انا قلت لك السويله بقاش ما غادي ناكل انا حتى وليت عشيره ولي ضحيه ما بغاش ديك عشيره شنو هو حلف بالله تي خونا دير لي رفقي شتي متاكد حسن من هادشي اللي كتقول شنو غنكذب عليك العوفير دابا شنو غنبغيك تبيض انا العوفير دابا غادي تزيد معايا تحلف معايا عليه يلا حرك وراك شويه العوفير تمام تمالك وش دوي وش تقول مالك العوفير وحسن تمال من البروج اليوم درت كان لك عشيرة على الفقه الله شغل قسمه شوف انا بغيت شوفي فلكش ليا رزقي ما بغيتش شي ضيع ليا صاحبي انا وصاحبي واش تضيع شي ليا ديك السويله صاحبي انا رزقي رزقي يضيعوا السويله تاع ليا راه العو فيه شباب مازال باقي كتقيد انا شبعوك اخو ضروري غيكون هنا في الكاريطه انا رزقي بغيت نجيبو حسن من الاخر يلاه معايا عوفير مشي لي من وقت تشي من هنا سي سي تحت ولا شي يمشي معاك يضربني ولا شي لعيب خليني معاك اصاحبي يلاه معايا نحس بالامان معاك القلب ليا على بنادم انا عوفير كلشي ديال السويله العوفير عارف اللي مهاوش ديال السويله شي خونا فين هو والله جا هو العوفير شي ولا ماشي غادي تجري وانا غنتبع وانت دابا غادي تشدوا لي لويا شوف دابا انا مشيت انا الاول وراه غيولا ضربوني واش قلت الاول مش معاك فهمتي مع هادشي الله حتى هي الله معايا شنو هو البراوش الكلمة الحيلة احسن من العاري ريح
الله يحفظك انا نوليك الله يحفظك يحفظك العوفير الله تنسمعك العوفير جيب لي اخواتي في سوق الحساب جيب لي شي 400 داك لو انت واش ماشي لي 20 مليون تفكر لي في 20 درهم هذا خاصو يطلع شب صافي هو كاوا انا هز العوفير دينا فوق كتافي هزو هزو صافي العوفير هنا هنا سير واحد جوج يا عفير قتلتي يا خويا العوفير قتلتيه ومن تعدد حدود الله فقد ظلم نفسه هذا هو التغيير ديالنا وهذا هو الضحيه عوفير تما كي كتري عدي عليا حطيتي شي كتب الخفيه المكتبه بحال غي خونهم لك هنا غير بشويه لا انا ديجا حطيتهم تما وصافي كنعرفو واش نقول لك لا زيدي كاع ما تخافي ما تخافي ما والو زيدي انت معايا ما تخافيش زيدي يلا زيد حسن او وين واش انا بخير هانيه واش هاد البيض المناقي اش مفاش جيب واحد البياسه مليحه مع راسك كيفاش واش مع راسك صحيبي دري صحيب شي يلا اول مره تشوف معايا انايا وشنو غير هادي زعما لا مو انا كنت غير هادي الفرديدي وكي بيرو بير شرا بياسة اختي مريم عافاك الله يعطيك الصبر بغيت نمشي بحال هادي وانا تعطلت وغادي تضربني ماما بزاف والله من الاحسن نمشي ما نبقاش فهاد البلاصه كيفاش تضربك ماما كنتي كتبقى تقول لي ماما شوفي اختي عايشة عم روح البريك بريكه تعالوا شي كاين هذا ولا شي شفت هذاك السلام ضربني ماما والله واخا خليتكم مرتاح السلام عليكم واش حسن شد انه واش هذا اخويا ولا قنبوله شكون اللي غيتعدى على هذا الزين كامل حتى والله تنضرب عليه 20 عام ونهار انا بله مريم اختي اش هادشي هذا وانا غرض الله يعطيك الصحه خليتك الراحه بالسلامة خليتكم الراحه انتي مالك درتي لي الطياره يا الدراري الله يعاون الدراري الله يعاون واش انتي مالك الفرانك خاصة الحب يكون يكسو حيد كيفاش من الفرانك حسن شي هذيك خيشة عجباني شي هذيك اقسم بالله شي غنديها غنديها بأي طريقة كان إيه لو فيها لقيت شي حاجة وصل لها وصل لها بسخوت الولي حسن حسن والله شي هذيك الفرانك لا تصيفط عليا أنا نعطيها للدوي بها ساعة معاها هي معايا يلا زيد حالاتك معايا زيد معايا أميمة ما تعطليش لا صافي كوني هاني ما ديريش لي بحال البارح تعطلتي تعطلتي ساليتي الامتحان عاد ساليتي صافي ماما اخر البارح راك عارفه الامتحان داكشي وبقيت كنعاود نعاود كنتاكد ايه هادشي اللي كاين انا هادشي ما كنعرفوش ما تعطليش 5 دقائق ما ديريهاش في الطريق صافي كوني راه الكليه قريبه لينا صافي واخا ما تخلينيش أميمة نمشي نبركك باب الكليه لا بنيتي راه كنخاف عليك فما تعطليش صافي ماما واخا وما تهضري حتى مع وحده وانا انا نسيت ما غنهضر مع وحده وما غنمشي مع حد وصافي ماما وانا كنوصيك يلا صافي يلا سيري قبيت الله يبارك فيك يلا الله يعاون سيري يلا سيري يلا باي باي سلام يلا سيري المهم انت الله يرضي عليك الله يحفظك وما تعطليش عاودك ديو لي التليفون ضربوني تعداو عليا لعب خليها ابي نغوت الماما ويلي يا خويا داو لك التليفون داو لك في البلاصه حافظ مرات ماما ولا مرات باباك حافظ الله حافظك عطينا عطينا نصوني عليهم لعب 06 06 رد البال هاد المرة رد البال اصبر وتلحق Oh,
عبدك خويا الله يرحمه خويك الله يرحمه خويك الله يرحمه كاين عسير كاين فريق تقول عوفير زعما قليت معاك البار ياك قبل ما تضربني بالزيت شلا ما غنضربك ما والو بالجد ها دابا غتمشي معايا عندك باش نبين لها فين الكامل يلا اول مره طب من السماع ماشي حشومه عليك ثقت فيك هذه الثقه ولكن بالحق انا اللي نيه بزاف اللي جاي دايره بيا عطيتك التليفون وبقيتي فيا وزعما باقي صغير ماشي ديالك هذا الشيء حشومه شتي اسمح لي الله حق صافا صافي 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 عرفتي شكرا بزاف والله على هذا الجيست اللي تصرفتي معايا فيه عرفتي كي مشى لي التليفون كنت احسن خاطر غناكل مع هاد ماما والله شراتو لي بالعشق مسكينه اسمح لي الصراحه على ديك المره مشيت بديك الزربه راك عارفني انا ما خصنيش نتعطل على الدار وماما كتخاف عليا وخديت عليك نظره خايبه وهادشي اللي كاين انا مولفش بداك النوم اسمح لي وصافي والله لا ولا الدنيا هاني انا عارف المجتمع عندنا حنا ما كيرحمش كاين ماشي مشكله باش ترجع لك التليفون هذاك هو الرباع عندي وصعب باش ما تاديش المهم يلا نمشي نجر معاك لافاك لي ولي ملقين شي واحد اخر ولا هو نيت يتلقى لي شي واحد اخر عرفتي شنو ها يلا معايا قبل ما يصدق ملقى لي شي واحد اخر والله يلا مش خايف من موال شكرا يلا سير مسال يا شو وليدي بنت بهيجه واقفه محامل لا حول مشي دابا نوصل هاد متبقاش ليا تاكل ليا في قلبي نمشي نقولها لا ويلي ويلي اهلا كي دايره لاباس دايره مع صحيحتك احنا صحيحه نعدي كي هرتي الوليدات لاباس لاباس هو مزيان جابك ليا الله لا طلبت شي حاجه لقاها صباح الخير ما كاينش انا قلبي كياكلني صحيحتي وجارتي وحبيبتي بهيجه نقول لك انت راك عزيزه عليا وبنتك عزيزه عليا كاني قلبي بغيت نوضح الحاجه ما عجبتني شجرتي خبال خرج من اختي خلعتيني اش واقع والصراحه انا بنتك شتها مع واحد بزاز عيب ما لايقش لينا صراحه نقول لك صراحه جارتي وزيري شويه بنتك راه الوقت خاصها تزيري دابا ويلا جميله اختي على بزناز اش جاب بنتي البزناز ولا بنتي اختي ويلا جميله هذا اللي كتقول لي انا ما على بالي ما دخلتش راسي بنتي انا مع بزناز ويلا بنتي راه كتمشي اش نقول لك الا خرجت مع 12 ماشي قصرين تكون في الدار نقول لك اجارتي انا ما نخبيش عليك انا شفت بهاد العوينات ياكل من الدود ربي بنتك وزيري شويه الوقت راه صعيب وهذا راه ما لايقش ليه مره تولي تجي تابع لباسات اجارتي ودري على مزيناتها طويله اجارتي ما بغيتهاش لك كاع بمره طويله جميله اختي شنو تهضر كتقولي لي واش كتهضر بصح ولا كتكذبي عليا اويلي بنتي انا مربي على فرسي شنو مربي واش بنتي بزاز هاد الهضره ما غتخش ليا راسي جميله اختي جميله ما تكذبيش عليا انا بنتي بالله مستحيل بنتي تهضر مع بزناز اويلي لا بزناز اويلي لا 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 نتوما غرتو مني ولا بغات دير لي شي مشكل في راسي اش من بزناز يا جميل اش من بزناز سلام يا ربي حنا نبهناه ولا بدات تكلم وي نبهتيني انت تعرفي اخوتي سمحي لي ودابا تشوفي بعوينات ياكل الدودا ويلي خوتي ما تجي الحسنه ما يطرا شوفي انا مستحيل هاد الهضره تقولها لي على بنتي مستحيل بنتي تكون مع بزناز انا راه عرفتكم علاش كديروا بحال هكا مزيان تبارك الله أمينة أجي هنا شكون هو داك الشبكاين اللي كتمشي معاه انتوما ما كتشوفوا فيا شوفي انت شكون هو داك الشبكاين اللي كتمشي معاه كاع الجيران اللي بغيتي نعاود ليا عليك هضري انا ماما شنو هاد الهضره اللي كتقولي ما نفهمش والو ماما كيو كتهضري بالطريقه ومعصبه وحالتك حاله هادشي ما كاينش اللي كتقولي فيه اش الهضره ماما ما تكذبيش عليا ما تعصبينيش شكون واحد الشبكه اللي كتهضري معاه خاتك جميله ما غاديش تكذب عليا واش كتفهمي ولا لا علاش كنقول لك انا ما تهضري لا مع بنات لا شبكه وميمه لا ماما كيكذبوا عليك ما كاينش هاد الهضره والله ما كاينه ماما انت عارفه انا مدرسه الدار وزيد الجيران ما كيكذبوا عليك ماما هاد الهضره ما كايناش والله ما كاينه ماما انت غتهدني الله يحفظك غتهدني مازال باقي كتذكري عليا
كوالتي ما كنت عوال بغوري خويتي كيموت عليك المهم كيموت عليا انا عمر شي حد حط عليا يدو لي بعدا قفرت انا ماما ما عرفتش غنقول لها سامتي ما تقولي ليها رموك منك ليا المهم العصا راه كاين حتى حيت كيموت يا نفسي مالو كلمين غادي يجيب الورد ويلا دخلي عند امك وشوفي اش غادي ديري مع بنتك يا اختي يا نفس حيبتي مليحه صعيبه ما غنقول لها قلتي لي ما كتعرفيش امي دابا انا قفرت وتسبيه سيدي سيدي ما عرفتش غندير سيدي سيدي الله يحفظك اختي نعيمات الله يخطيك الله يكبرك ورايا كدوز العين عاد العين عاد كدوز الامتحانات دابا اختي العين عاد الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك هاهي جات هاهي جات سلام اختي سلام اش غتعطي لها سلام اش غتعطي لها علاش تعطلتو علاش تعطلتي انت البنت مشيتي ديري لها كتاب الشك بنتي عندها وجايباها معاك اش واقع وانا جيت باش عارفين راك تسمع زعما حتى عرفت راسي تعطلت وعلاش كتهضري معايا وحاضره راسك هضري معايا وشوفي فيا هضري راسي يا ماما شوفي فيا وين شفت شي اش انت شنو درك العين شنو درك العين دابا انا كنت غادي في الطريق ياك هي وتتفضحت مع الدروج شكون اللي ضربها خالتي شوفي خالتي نقولك الصراحة صافي أمي مبقيتش غنزيد فيا أمي بغيت نقول خالتي الصراحة أنت خالتي داك الشمكان اللي كتعرفو أميمة راه اليوم تلاقى معاهم خاص من فرشخة وخلاها بحال ولكن بقيتي فيا خالتي أنت راه صافي خالتي راه طريسيت معرفتش من نقول خالتي شنو هو الشمكان اللي دار هاد الحالة أمي اللي لحقني بي أمي ما شفت شي كيفاش كتكلم ماشي مهضرة كنقول فرشة ما تهضر مع حال كيدوك الطريق الخايبة فرقت الشمكارات كيدوك الطريق الشماكرية ها في الاخر هو يتكرفس على بنته وهي اللي كانت الحالة والله حتى ربي ما تين اش صوتي اش كنقول لك اش كنقول لك والله حتى ربي خالتي صافي خالتي الله يعطيك صحتك اش غديري لديك الدري صافي غتهدني خالتي الله يعطيك صحتك غتهدني انتي بعدا انت غير سكتي حيت انت سبب هاد المشاكل ورفاقتك هي اللي وصلت بنتي لهاد الحاله ما كاينش اللي خرج عليها قدك فهمتي وانا غنوريك اش غندير انا عارفه اش غندير ليه هنا كولي فهمتي ودابا بغيت تبعتي معايا الكوميساريه باش نوريك شنو غادي ندير ليه وين الكوميساريه ماما وين ماما وين ما كاين لا تخبي عليك الشيف انا جيت نديكلاري بواحد السيد تكرفص علينا وتعدى علينا شد يا بنتي كاع كرفصها تلقى ليها هي جايه من مدرسه هي وصاحبتها قريتها حيد لها التليفون حيد لها كاع داكشي اللي عندها شدها عصا مزيانه وليدي انا مزوله فيك وليدي راه خدينا حقنا حنا ماشي داير هادشي وما كيدرش عليه الله يخلي لك صحتك وليدي راه خدينا حقنا وليدي غير شويه على الكلام ده على بالك الى السيبه في البلاد تيقول لي فين كيسكن هذا وحقك ناخذو لك اليوم قبل من غدا اعطيني اعطيني فين كيسكن ما كاين ما نخبي عليك وليدي انا ما كنعرفوش فين كيسكن الصراحه هي هذه ما نعرفوش فين كيسكن راه تلقى البنيتي كرفصها قريسه شفار هو شكير بزناج شكير قريسه البنت وكلها عصا وين راه البنت وليدي اللي كتقرا معاها راه هي كتعرف فين كيسكن سولها وهي تقول لكم وليدي لا لا غير تهدني باش نعرف كيفاش نخدم معاك انايا وهاد صاحبتها فين كتسكن ها هي وليدي جبتها معايا حتى لهنا ها هي عيطوا عليها وسمعوا الاقوال ديالها وشوفوا واش دار البنتي هي جبتها معايا جبتها هي وبنتي انا دابا غادا هكذا كلمها صيفطيها وتشوف صافا شريفه واخا انا مسؤول للشهاده ونسمع الاقوال ديالها انت غتسناني برا باش ما كنقول لك الله يجازيك بخير الشاف الله يطول لينا في عمرك لا يخطيك لا الشاف دخل ليا فرا سلام الشاف عاودي لي كيفاش هاد الشفار تلقى لك انت وصاحبتك وكريسه وصلها خدامه وانت هي كتعرفيه عاودي لي شنو طرا شكون هاد الشفار ما عرفتش شكون هاد الشفار ما كاينش شفار راه السيد معاها في علاقه وشي عارفه وشي عارفه دابا راه مده هادي وهي ديما ماسقه في الله يهدي هادي باش نقولها تفرقي منه ما عندك ما ديري بها الشاف ما كاينش شفار لا والو الشاف انت كيفاش علاقه واش الام ديالها كتقول لها تكريسات وتعدى عليها وانت كتقول لي بيناتهم علاقه انت شرحي لي اكثر باش نفهم هادشي لا لا الشاف لا والله ما كاين هادشي والله ما كاين السيد راه كتعرفو مدة راه شي عام هادي حنا كنقراو انا وياه كتعرفو عام انا وياه مصاحبة مع صاحبو وهي مصاحبة معاه و تنخرجو اونصومبل و عادي تصور هاد الشاف نوريهم ما عنديش مشكل كنخرجو اونصومبل كنمشيو القهوة كندخلو كنخرجو كنمشيو للبحر ما كاينش هاد الهضرة الشاف والله ما كاينة
وروين هادي شي كتقولي هضره والام كتقول هضره عاد غديري صافي سيري الله يهنيك صافي الشاف مشي لحالي الشاف دخلي دخلي يا ديك سيري يا بس المخزن ما كانش مليح قول لي شريفه كيفاش غادي تكون نتوما الدريه كتقول لي انها عندها علاقه معاه مده عام وانت هي باغي تقول لي انه شفار تلقى ليهم وسلق خوهم وتعدى عليهم قولي لي تشرحي لي كتبت اش التخربيق هذا عندكم قولي لي الشاف اش هاد الهضره كتقول هاد الهضره ما نسمعهاش هاد الهضره كاينه هاد الهضره ما كايناش هذاك الشكار عا اما كتعرفو ولا متفقة معاه باغا تخرج لي على بنتي هاد الهضره ما كايناش بنتي اشريف هادشي اللي باغا كتقولي فيه راه غتصيفطني للحبس واش فراسك هادشي ولا ما فراسكش قولي الشاف انا بغيت لي الحبس انا علاش جاني ديك العيابي مزرق الدريه عليها وكنقص عليها ونجلس ليها وما بغيتش الحبس لا غنمشي للحبس لا لا الشاف غيمشي للحبس مي الا مشى للحبس انا غادي نتاعها انا ما نقدرش نخليه انا الشاف انا معاه في علاقه وكنبغيها مي انا ما نقدرش مي ما نقدرش نخليها مي انا كنبغيها مي ما نقدرش مي ما نقدرش انا نمشي للحبس انا والله حتى نتاعها انا نمشي للحبس لا لا تي حبسي راه كوميساريه اللي دايره لي فيها الفوضى وانت اش كتسمعي بنتك اش كتقول قالت لك باغا تنتحر اخر يمين وين يركب الخواتم واش انا قلت لكم عدول وتنوضوا سير حيدوا لي من هنايا لا الشاف ماشي عدول اسمح لينا انا كنتحسر على بنتي اللي كنشوف مستقبل غادي يضيع مستقبل غادي يضيع مع هاد الشكار وبزنازه امي ما بنيتي ياك هادي هي كتشوف ولدت ليا اش خاصك بنيتي اللي بغيتي تضيعي شبابك وحياتك ومستقبلك وقرايتك مع شكارة اميمة مع بزناز هذا وين بنيتي ها ولكن بنيتي معبي ما غير الا بغيتي انا قال لك ولي ولي ولا حنا سير وخليه عندي لا ندير لك بنيتي لا اله الا الله اش غادي نقول لك لا لا خذوا فكوا المشكل ديالكم ولا غنزق مهبطكم نتوما بلاصتو هو سير فكوا حالاتكم وهذيك الساعه ما تعرفوش باغي ندير واحد ديكلاريو باش ديكلاريو عاد شنو عندي موضي سمح لينا الشاب سمح لينا موضي السلام عليكم بعد هي الاولى فين كنت بيت مشي البيت مشي سوقك تسولي فيا فين كنت بيت اصلا بعدا ما تدخليش ليا في حياتي مشي تزوج انا وياك غادي تقول لي فين كنتي فين مشيتي علاش ماشي من حقي نسولك يا الله يا بديت تشبك ليا في العصر واش ما بغيتيش واش سي انا جاي لك دابا انا جاي علاش شرحي لي شي تشي كامونية علاش كامونية واش انت مصدق واش انا ماشي مرتك ماشي من حقي نسولك فين تشوفي كنتي ماشي من حقك سمعشي راه ماشي جبشيني وسط ربعة الحيوطة هادو انا عزيزة عليا الله لي بيتشي سمعشي ولا لا ياك العوفير ياك علاش كتعامل معايا بحال هكا ماشي حشومة لك ماشي انا وقفت في وجه امي وقفت في وجه كلشي وقريتي سمحت فيها واي حاجه هي غير باش نتزوجوا ودابا وليت كدير لي بحال هكا والحمد لله حيت تزوجت بك سمعتي ولا لا وريحي بحال بحال العيالات في الدار وسمعتي ولا لا ولا انت علاش كتصرف معايا بحال هكا العفر ماشي هذه حياه زوجيه الله يهديك دابا تشي باغي توريني حياه زوجيه انا نوريك حياه زوجيه كي دايره لا 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 ها هو يا الصوت ما عرفتش ندير لنا الشوك يصلح في الدريه وين وانت يا شوك خليني وين هني ولا غنولي سالخ امك ماشي ندير لنا الشوك كون غادي الدرب كتصلح في الدريه ها ماشي حشومه على داكشي اللي كدير ما الحق مالك شي انا كريتي ولا الاول بغيت تولي بحال هكا سير دوي مع بنتك ما تدويش معايا انا سير اجي تجيك الدم ولا غنصوت فيك سير سير حيدي لي البنت الله ياخذ فيك الحق سير الله ياخذ فيك الحق هذا هو مصيرها كاع اللي لاصق شي شكر هذا هو المصير ديالها
كون سمعتي كلام مايمش من النهار الاول كاع ما توصل هذا الشيء اللي سمحتي بقرايتك على قبل شمكان، سمحتي بقرايتك ومستقبلك، كنتي كتجي حتى الاولى حيتش كتنوصك على البنات، حيت البنات راه ما فيهمش الخير. صاحبات هانتي صاحبتك خرجت عليك غيرت منك صاحباتك معاه تصدقتي مجوجه بيه وخرجتي على مستقبلك ها فاش اشنو جاتو علاش عجبك شركار بزنيز ما خلى قرقوبي ما خلى حشيش ويشبع فريد ويجي لك النهار كله كتبان لي انتيا اذا كاع الجيران انا بعدا وليت باغا نضرب وجهي كاع الجيران فرجوا فينا شوفي حياتك بنيتي كي وليتي شوف هذه هي بنيتي السلام عليكم تبارك الله على المصيبه ديالي تبارك الله نسيبه والظروف اللي كتعطي للدري يا بنتك عمري عليا شارجي عليا مالك كيفاش مالك مالي انا كذبت عليك راه الحقيقه هذه اللي عايشه شوف الدريه كيفاش كترعد علاش كانت بحال هكا ها اكيد ما كذبتش عليك الحقيقه خرج تفرجنا كنت تفرج بين الجيران شو بغيتي عندنا سكتي سكتي مالي انا خايفه منه اسمعي سمعي اش غنقول لك نتوما اصلا عرفتوني انا بحال ما كدير سمعتوني وزيدة محرش عليا مرتي انا ومرتي وتي مالكش بيني وبينك سير نوض عطيني تي ساعة لا لا بزاف خسام شوية راسك باش انت حيت شتينا حنا عيالات وحاكرنا فهمتي ولا كون بقيتي عندنا رجالة كون وكلوا عليك هادي مالك امي هادي مالك امك هادي سير عطيني تي ساعة لا لا سير عطيني تي ساعة ويلي غادي على حكرة تحكرنا ويلي على حكرة تحكرنا ويلي على خريامنا ولا الشمع تيصوت بينا ها ضينا بالهم والهم مرضى بينا حكرني حكرني انا وبنتي حكرني حيت ما نقعد ديك تاه وكون ما نقعد شي ولاد ميت واعرين كون راه محطو عصا ولا كون لقى هي كون جا فيا مات الحاج عليا بلي ما يكونش شتت لي راسو كون شتت لي راسو بالجويجه جويج بلي ما ندير ما نوضش شتت لي بنتي راسو علاش ما نوضش حيت صار على بنتي علاش ما حيتش لها تصار على هاد الشفات اللي جمعينا تصار هنا هاي ما تكلحش اليوم فين بغيتك ها هاي خينا وقف وقف اش كدير شادي مالي ديال زعلي ديك فرقه ديال عاشوره غتعقيني بها انا ولا شنو هو ها فرقه ديال عاشوره اوه والله يا امك شفت شغل الدماغ ديالك خالتي علي الشيطان خالتي خليك بالطراس كاين شي شيطان كدك من نهار دخلتي لنا حياتنا وحنا مور اللور شوهتينا بهدلتي لي بنتي بهدلتي لينا حياتنا فرجتي بينا كاع الجيران اذا خاصك تمارس ما عندنا ما نبقاو نديرو في حياتنا الا حكرتي وقلتي ما عندهاش رجاله امها ب 100,000 راجل خالتي امي ما راكيش موش عليها وانا كنموش عليها والله انا ما عمري خالتي تعديت عليها راه ما ديتش عليها خالتي الله يرحمك الوالدين ما ديتش لي ومي ما دوي معاها ماما اش كدير يا ماما ماما غتخزم حياتك يا ماما ماما ما تقيسيش ما تقتليش يا ماما الله يعطيك الصحه ماما خالتي سمعي هضره بنتك الله يهديك بنتك راه كتموش عليا وانا كنموش عليها خالتي قسما بالله خالتي انا وليتي كترعد الكلب ها وليتي دابا كتقلقب دوي ها صبتي لبنتي حياتها دمرتي لها مستقبلها خرجتي لها حياتها ولات تبعك الزناقي بحال المسطيه دوي ها البلية وبليتيها حياتها دمرات دوي كيف ما دمرتي بنتي حياتها وبسطتي لها حياتها غندمر لامك المخ ديالك عاود حيا غنعاود نقتلو انا ما يهدمش عليه اللهم نقتلو مشي على الحبس وما نخليكش حياتك تدمري بركه انا امك وقادة حكرنا مع هاد الشماتة حكرنا ولا تم العيالات كاش كادير اختي اختي سكتي اختي مشي للحبس الواحد قال لك يموت على بلادو وعلى ولادو